عليكم، تنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. راني غبت عليكم، كنت عيانه شويه. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم البنات غادي نقدموا لكم غادي نديروا مقارونيه غنيه عن التعريف، كلشي كيعرفها كما كتشوفوا المقارونيه ديال البيس. المكونات ديالها كاينه الفلفله الحمراء، الابزار، الملحه، الضامه ديال الخضر، وفص ديال الثومه، والمعدنوس. وكندير انا البصله، كنزيدها كل على حسب الرغبه، كاين اللي كتعجبو كاين اللي ما كتعجبوش. وحك ديال مطيشه نوع اللعبه، وانا مطيشه البنات كنديرها على هذا الشكل هكا، كنقردها بقشورها وكنطحنها في المولينيك على بركه الله كما كتشوفوا البنات بهذه الطريقه. كنضيف عليها العطرية ديالي، إبزار، يمكن لكم تضيفوا حتى الفلفل الحار اللي كيعجبكم. وإلا بغيتو ما ديروش التوابل في المولينيكس، ديروها في المقلة ديالكم، كل واحد يدير اللي بغا. وكنديروا الفص ديال الثوم ديالنا، وشويه البنات ديال الماء. على هذا الشكل، غير شويه ديال الماء، حيت هي اصلا ملي كتطحن كتلق لنا الماء. كما شفتوا البنات، من بعد ما كتطحن شويه عاد كنضيفوا البصله ديالنا. على هذا الشكل هكا. صافي البنات، من بعد ما كتوجد لاصوص ديالنا، انا راني دايره من قبل الماء كيسخن، دابا غادي نرد لي بات ديالي تسوقوا. وغادي ندير لاصوص ديالي تقلى. هانتوما البنات القشور ديالها كتجي زوينه بزاف، كيعطيو حتى اللون. هانتوما البنات كتجي على هاد الشكل هكا خاطرة. دابا غيمكن لكم تضيفوا لها الزيت البلدية على حسب الرغبة ديالكم المتوفر، والمعدنوس البنات حتى التالي عاد كنديرو باش كيبقى طعم. هانتوما البنات ملي كتغلي لاصوص ديالنا كنضيفو عليها المعدنوس. الغزالات ديالي هي الاكله ديالنا وجدات كما كتشوفوا، كتجي خفيفه وشهيه، وكيتبغي كيبغيوها الكبار والصغار، ويعني كتوجد في وقت قصير. يمكن لك توجديها في اي وقت بغيتي، مثلا جاوك الضيافه على غفله يمكن لك توجديها، ولا كنتي مشغوله وجاتك شي حاجه على غفله، كتوجد بالزربه وبالصحه والراحه. وكنتمنى تعجبكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي. البنات بالصحه والراحه، ونتمنى تكون هاد الأكلة عجباتكم، وتصبحوا على خير.